أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أيها الإخوة الحضور ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وقال تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم تقاتلون في سبيل الله. وقال عز من قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه هي المعادلة التي يطرحها القرآن الكريم، معادلة شراء النفس من المؤمنين، وبذل الإنسان بالتجارة مع الله سبحانه وتعالى، بذله ما يحب وإنفاقه ما يحب في سبيل الله وفي سبيل قضيته وفي سبيل كرامته وفي سبيل مبادئه. ماذا يحب الإنسان؟ الإنسان يحب الحياة، يحب الدنيا، يحب متعلقات الدنيا. متعلقات الدنيا من النساء والبنين، من الأموال والخيل المسومة، كل هذه الأمور هي علائق الإنسان بالدنيا. عندما يحب الإنسان نفسه ويحب الحياة، حينما يحب الإنسان أبناءه، حينما يحب الإنسان زوجته وعياله، يحب أمواله، يحب ممتلكاته، هذه الأمور تجعل الإنسان يخلد إلى الأرض ويتعلق بالدنيا. الله سبحانه وتعالى يقدم عرض للإنسان بأنه يشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ويقدم لهم الجنة في المقابل. كيف هو نحو التجارة؟ قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وهذا وعد من الله حق. الحق، الوعد الحق، هو الوعد الذي لا يتخلف. لذلك كلنا يتمنى البر. البر هو الخير الكثير، كلنا يتمنى البر، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر. لن، تأكيد فيها بأنه لن تنالوا البر. متى؟ قال: حتى تنفقوا مما تحبون. الإنسان يحب الراحة، الإنسان يحب الحياة،
الإنسان يحب أبناءه، الإنسان يحب المال، الإنسان يحب الدعاء. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا: إذا أردتم البر وهو الخير الكثير عليكم أن تنفقوا في سبيل الله هذا الذي تحبوه من أنفسكم وأموالكم وأبنائكم. تنفقوه في ماذا؟ تنفقوه في سبيل الله، تنفقوه في سبيل القضايا العادلة، تنفقوه في سبيل المبادئ الإسلامية الراقية. الله سبحانه وتعالى يختبر الأمة في المنعطفات الخطيرة والحساسة في حبهم لله أم للدنيا، في أنهم هل يبذلون أنفسهم لله وهل باعوا أنفسهم لله، أم لا زال هناك تشبث بالدنيا. ففي المنعطفات الحساسة والمنعطفات الخطيرة هناك ثلاثة أصناف من البشر. الصنف الأول، وهو الصنف الذي يعبر عنه القرآن بالصادقين، حيث يعبر: وكونوا مع الصادقين، ويعبر في آية أخرى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء يسميهم القرآن بالصادقين. من هم أولئك الصادقين؟ الصادقين هم أولئك الذين تخلوا عن كل عوالق الدنيا وقطعوا وصلتهم بالدنيا وذابوا في الله وقدموا أنفسهم لله. لذلك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فالصادقين هم أولئك الذين هدموا وقطعوا كل جسور العودة للدنيا وانطلقوا لله سبحانه وتعالى بلا تردد أو تراجع أو قلق أو شك أو ترديد. نحن في ساحة كربلاء لدينا مشاهد كثيرة من مشاهد الصدق مع الله سبحانه وتعالى، ولكن نذكر مثالا واحدا لهذا الصنف، وهو صنف الذين صدقوا. حينما حلت ليلة عاشوراء وقف الإمام الحسين عليه السلام خطيبا في القوم وقال: اللهم إن أهل بيتي، اللهم إنك تعلم أن بأهل بيتي أوفى أهل بيت، وبدأ يثني على أهل بيته وأصحابي، ولا أصحاب أوفى من أصحابي. بل قال لهم: هذا الليل فاتخذوه جملا. قال لهم: بإمكانكم أن تذهبوا وترحلوا، فالقوم يريدوني. فقام أحدهم من بني هاشم وقال: كيف تريدنا أن نرحل ويقال أنه عبد الله بن مسلم بن عقيل؟ كيف تريدنا أن نرحل يا أبا عبد الله؟ كيف يقول عنا الناس أننا تركنا ابن عمنا وسيدنا ورحلنا عنه؟ فقام زهير بن القين، وسنقف عند زهير. فقام زهير بن القين ووقف خطيبا وقال: وددت لو أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت ثم نشرت ثم قتلت ثم نشرت، يفعل بي ذلك 100 مرة والله ما تركتك يا حسين. هذا الثبات، هذا اليقين، هذا الصدق،
هذه الحماسة في سبيل الله والاندفاع في سبيل الله وعدم الشك والتردد يجعل الإنسان مستعد لأن يقتل وينشر 100 مرة ولكن لا يترك الحسين. لا يترك الحسين ليس لأنه شخص، الحسين قضية، رسالة، الحسين يمثل رسالة الله في الأرض. لذلك كان زهير بن القين يمثل موقف الصدق وهو الصنف الأول الذي تحدثنا عنه. أما الموقف الثاني والصنف الثاني من الناس هم يحبون الخير ويحبون الله ويحبون الآخرة ويقدمون في سبيل الله ويقدمون في سبيل الله، ولكن مشكلتهم أنهم لم يقطعوا جسور الوصال بالدنيا. كانوا قد جعلوا لهم خط رجعة للدنيا، يقدمون من أنفسهم ومن أموالهم في سبيل الله، ولكنهم يبحثون عن خط رجعة للدنيا. يذكر لنا التاريخ الضحاك بن عبد الله المشرقي. الضحاك بن عبد الله المشرقي أحد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام ومحبيه. جاء هو مع صديقه مالك بن النضر الأرحبي عندما اقترب الإمام الحسين عليه السلام من الكوفة، فذهبوا إليه ليسلموا عليه ويتبركوا برؤيته. فعندما وصلوا عند الإمام الحسين دعاهم الإمام الحسين عليه السلام لنصرته في كربلاء. فالصنف الثاني الذي نريد أن نتحدث عنه هو الضحاك بن عبد الله المشرقي. قال له: إن علي دين وإن لي عيال. انظر ماذا الذي يبرر به، هو عوالق الدنيا. قال: إن علي لدين وإن لي العيال، ولكن أنا مستعد أن أنصرك ولكن بشرط واحد، إذا كانت نصرتي تدفع عنك الأذى وتنفعك ولا ويسبب ذلك دفع الضر عنك وعن عيالك، فأنا مستعد أن أبقى وأقاتل معك، ولكن في حال وجدت أن لا أنصار لك وأن قتالي معك لا ينفعك فأذن لي بأن أرحل من كربلاء. هذا الصنف كان لديه الجرأة في أن يقاتل مع الله، وكان لديه الاستعداد للجهاد في سبيل الله، وكان يحب الإمام الحسين عليه السلام، وقد قاتل في كربلاء حتى بقي مع الحسين 4 أشخاص. فذهب إلى الحسين عليه السلام وقال: هل أنت على الاتفاق الذي كنا عليه؟ فقال له الإمام الحسين: نعم. فكان قد خبأ خيله في فسطاط قريب من كربلاء ومن ساحة المواجهة، فقاتل قتالا شرسا، قاتلهم وقتل منهم أفرادا وقطع أيدي بعضهم وفر إلى خيله وهرب من ساحة المعركة. هذا الصنف نجده في مجتمعاتنا بشكل كبير جدا، يحب الخير ولديه استعداد للعطاء، ولكنه لا يقطع جسور الوصال بالدنيا. يبقى هناك أمور تعلقه بالدنيا، يبحث عن خط رجعة بحيث إذا حصلت فرصة للرجوع إلى الدنيا يبقي له هذا الخط، لا يقطع جسور العودة إلى الدنيا. مع أنه وصل إلى كربلاء
ومن أحسن حظ منه وهو يقاتل بين يدي الحسين. ولكن في اللحظات الأخيرة من يوم عاشوراء يترك الإمام الحسين عليه السلام وحيدا ويرحل من ساحة كربلاء. هذا الصنف مجتمعاتنا مبتلاة به كثيرا جدا، يحب الخير وأهل الخير ويحب أولياء الله ويحب الجهاد في سبيل الله، ولكنه دائما يفكر في خط العودة. إذا لم يقطع الإنسان خط العودة وجسور العودة، لم يهدم جسور العودة إلى الدنيا، كان ذلك تهديدا في أنه في أي لحظة ممكن أن يسقط، ممكن أن يتراجع، ممكن أن يتخلى عن طريق الحق. هذا الضحاك، اختلف المحللون للسيرة، كثير منهم لا يعرفون ماذا يقولون عن الضحاك. هل هو خذل الإمام الحسين ويكون مشمولا باللعنة الذي لعن الله أمة سمعت بذلك ولم تنصر الإمام الحسين عليه السلام، أو أنه لا، هو قام بنصرة الإمام بما يستطيع، بعد ذلك هو فر من ساحة المعركة؟ الباحثون في حيرة من أمره، ولا يعرفون ولا يستطيعون أن يعطون قرارا حتميا في شأنه، لأنه تخلى عن الإمام الحسين في نهاية المطاف، وكانت نصرته للإمام الحسين عليه السلام نصرة مشروطة بأنه إذا نفعتك نصرتي أبقى معك، وأنه قاتل في ساحة كربلاء وقتل من الأعداء. ولكن عندما وجد موقف الإمام الحسين موقف ضعيف ولا ناصر له ولا معين، ترك الحسين عليه السلام وفر من ساحة كربلاء. الذي كان يرافقه مالك بن النضر الأرحبي، هو من الصنف الثالث، كان من أنصار الإمام أو من محبي الإمام الحسين عليه السلام، وقد خرج من الكوفة إلى كربلاء من أجل التشرف بلقاء الإمام الحسين عليه السلام. ولكن حينما دعاه الإمام الحسين عليه السلام إلى النصرة، تعذر للإمام بقوله: إن لي دينا، إن علي دينا ولي عيال، فاعفني يا ابن رسول الله. ولم يقبل أن يشارك مع الإمام الحسين عليه السلام، تعذر بأن له عيال يجب عليه أن يرعاهم ويكفلهم، وأن عليه ديون يجب عليه أن يسددهم. العيال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير وأبقى. الذي تعذر به هو علائق الدنيا، ما يربط الإنسان بالدنيا، ما يدفع الإنسان لأن يخلد إلى الأرض. الإمام الحسين لم يستطع أن يجبره، فأذن له بأن يرحل. المفارقة العجيبة بين هذه الأصناف الثلاثة، وهي مفارقة يجب علينا أن نتوقف عندها. الأول هو زهير بن القين، وقد كان معروفا أنه عثماني الهوى. زهير بن القين كان يعلم أن الحسين مقبل إلى الكوفة، فخرج من الكوفة لكي لا يلقى الحسين، خرج من الكوفة لكي لا يلتقي مع الحسين، لأنه لا يحب الحسين. كان عثماني الهوى. ولكن حينما دعاه الإمام الحسين عليه السلام للنصرة، نصره خيرة النصرة، وقال: وددت لو أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت ثم نشرت ثم قتلت ثم نشرت يفعل بي ذلك 100 مرة، والله ما تركتك يا حسين.
أما أولئك الذين يدعون أنهم من محبي الإمام الحسين عليه السلام ومن أولياء الحسين عليه السلام والذين يسبحون باسم الحسين في كل المجالس يذكرون اسم الحسين ويرفعون الحسين بيرقا بأنهم موالين له ومحبين له، تخلفوا عن نصرة الحسين في المنعطف الحساس والخطير. هذه مسألة تحتاج منا تأمل. كثير من أولئك الذين يدعون أنهم قريبين من القادة وقريبين من القيادات في اللحظات المصيرية والخطيرة يتخلون عن القادة، وكثير من أولئك الذين لا تربطهم أي رابطة بالقادة حينما تحل لحظة النصرة ولحظة الفداء تجدهم يضحون بأنفسهم وأموالهم ويتركون كل عوالق الدنيا. أمر ملفت آخر، وهو أن زهير بن القين، جيد أن نلتفت إلى هذه النكات، زهير بن القين كان ثريا وكان سيدا في قومه، أما الضحاك بن عبد الله المشرقي ومالك بن النضر الأرحبي لم يكن لديهم مال ولم يكونوا أشرافا في قومهم، يعني اللي كان ينبغي أن يتعلق بالدنيا من يملك الدنيا، كان سيدا في قومه وكان لديه تجارة كبيرة جدا، ولم يكن من محسوبين على الإمام الحسين عليه السلام، ولكن عندما دعاه الإمام الحسين تخلى عن كل دنياه وذهب إلى زوجته وقال اذهبي لأهلك، ارجعي لأهلك، وذهب لنصرة الإمام الحسين عليه السلام وقاتل قتالا شرسا حتى وقع في ساحة كربلاء. جاء له حبيب بن مظاهر قال له أوصني، قال أوصيك بهذا الغريب خيرا. لم يوصه بعياله ولم يوصه بزوجته ولم يوصه بماله، قال أوصيك بهذا الغريب خيرا. وأولئك الذين يرفعون اسم الإمام الحسين ويرفعون شعار الإمام الحسين ولم يكونوا يمتلكوا من فتات الدنيا ومن زخارف الدنيا شيء، تخلفوا عن نصرة الإمام الحسين. الصنف الأول الذي نصر الإمام الحسين نصرة مشروطة وترك الإمام الحسين وحيدا في كربلاء وذهب عنه ورحل عنه، والآخر الذي لم يقبل حتى أن يشارك في نصرة الإمام الحسين. علينا أن نراقب أنفسنا وأن نراقب مواقفنا، فقد لا نملك من الدنيا شيء ولكن قلوبنا متعلقة بالدنيا، وقد يأتي ذلك الذي يملك من الدنيا زخارفها وزبارجها، وذاك يكون هو الذي يضحي من أجل الدين ومن أجل المبادئ ومن أجل القضايا المصيرية للأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع الصادقين. اللهم لك الحمد، حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، والحمد لله رب العالمين.